عسلامة. الله يسلمك اختي عايشك. عسلامة. سلام يسلمك عايشك. دير روحك. انا حسام من الجزائر. وانا خير من الجزائر. مرحبا بكم وتحية للأشقاء الجزائريين. جيتونا قبل ولا؟ والله جيت بزاف أنا. إي. وأنت مسيو؟ جيت من جديد. معناها تونس تعجبك؟ تعجبنا بزاف يعني ملاحة تونس. تونس بيها بعبادها بكلش يعني بيها الكيف الحمد لله. شنو تعرف على تونس؟ أماكنها؟ نعرف تونس نعرفها بيان. نعرف العاصمة نروح الحمامات نروح سويسرا قرطاج ندور هنا الكيف بيان. بلاصه تمشي لها تعجبك هكا في تونس؟ انا في الاول نجي ديما هنا للعاصمه في اماراتي عندي حبابي هنا كنقصر معاهم. عندك صحاب توانسه معنا؟ عندي حبابي توانسه يعني كنت بايت درك في دار تاع صاحبي تونسي بت عنده الليله تاع البارح. هذا دليل على على العلاقه القويه بين تونس والجزائر. علاقه قويه الحمد لله يعني. علاقه قويه وبيان معنا الحمد لله منين نروحوا يطيحوا علينا يحبونا الكيف الحمد لله. نتصوركم حتى كي ماني يسمعوا اللهجه نتاعكم جزائريه يفرحوا بيكم. ماشي باللهجه يفيقوا بينا هكا من بعيد يشوف معنا يفرح يفرحوا بيكم هكا يعرفونا يفرحوا بينا يهضروا معنا بلا ما نشوفوهم احنا. الرجل الجزائري باش معروف من جهة واش برك كما باش معروف في كل شيء في كل شيء باش يتميز يتميز باحترام يتميز بغيرة زايدة يتميز كيما نقولوا عنده شخصية قوية ثاني عنده شخصية قوية واش مسيطر معناها مسيطر مسيطرة زيدونا مسيطرة فما مسيطرة في الجزائر ولا نتصور فما كيفاش؟ مسيطرة الجزائرية مسيطرة ولا لا؟ المرأة والله كي مسيطرة وشو إنما مش بزاف الراجل اللي مسيطر شوية يعني. تاخو رأيها في حاجات في حاجات كي تعودوا تفاهموا هذيك وما ما يكون حتى بيناتكم حتى بروبليم كما يكون حتى مشكلة كيما نقولوا هذي نقولوا احنا نقولوا لهنا برك مام واحد كنقولوا يجي يتزوج وهذيك ولا شتا ما نعرفوش يكون نقولوا لهنا برك حنا يتناو ان شاء الله نطلبوا لهم لهنا برك والمشاكل ما يكونوا يكونوا ها يكونوا يكونوا مشاكل الكوبلوات الكل يتعاركوا انا في عركة انا هو في عركة انا في عركة انا خاطرك جيت لتونس خاطر جيت لتونس ممكن تقدر تقول لك ممكن علاش تغشت كي انت جيت لتونس والله ما عندي ابريسيون عندي شويه مشاكل كا في الدار عندي الوالد مرض كا عنده في شويه كا مرض بكلاويه وهذيك عندي خويا ثاني في الحبس شغل ابريسيون قلقه عندي امورات بزاف ما فرزتهمش لمينا انا وصحابي كا وقلنا كيفاه نروحوا تونس نروحوا نديفوا ليه شويه لمينا بعضنا وجينا جينا هنا عندنا احبابنا عندنا الناس نعرفوهم وخاوتنا وكلش ايه واش نسيت خلاف شنو المناوشات اخرى اللي تنجم تصير ما بيناتكم شنو الاسباب خلاف جايتك لتونس الجزائريه مغياره ولا المراه مغياره برشا كيما الراجل كيفكم انتوما مغياره بزاف تقدر تقول شويه كاين اللي تكون عندها حنا نقولوا الغيره الزايده كاينه المراه اللي تغير وكاينه اللي تغير الغيره الزايده هذيك تاع حتى بزاف غيره كيما نقولوا حنا حتى بزاف هكا ميش هكا بعد تابت توانس هكا تدور هكا تشوف بنيتك هكا تقول لك خلاص روح مد لها النومرو عاقل والله عاقل ظاهر ربي يسترك اختي الله يعيشك الغيره الزايده اللي هي الغيره من لا شيء مجرد خيال مجرد خيال وش هو عندنا الراجل ثاني يتميز بغيره اكثر من الزايده انت تنجم تغير من لا شيء غير على مرته والله كيما نقولوا خطيبته والله حبيبته هذيك ما نعلمش مثلا من شنو تغير؟ انا نغير من كلش الحاجات اللي تخليك تغير انا كون نحبك مرتي ما يشوفها حتى واحد ما يقربها حتى واحد يشوفها غير اذا عندك الحق هذا راه ايه هذه من حقي انا انت كي تتزوج انت متزوج ولا لا مانيش متزوج كي تتزوج من النوع اللي تخلي زوجتك تخدم ولا لا؟ والله خدمة من خدمة يعني معناها تعطيها هي حرة تخدم ولا ما تخدمش هي كي تعود خدمة هكا كي نقولوا احنا محترمة في بلاصة محترمة هكا كيما نقولوا ماليش انا طبيبة أستاذة حاجة هكا كيما نقولوا
كبوست محترم هكاش ممكن تكون نورمال وكتا منه ومنك كما كي تكون هي تحب خدمتها برشا مثلا شنو تعمل بار اكزومبل المرأة هذه هي عندها قدها انت تلقى عندها 20 سنة 15 سنة وهي تقرا وتتعب صحيح عندها كيما نقولوا بيت في راسها حابة توصل له من داك انت تجي هكا تقول لها كما تضيعها كشغل ما من النوع اللي تتفهم نتفاهم انا تفهم كاينه حاجه تفهم وكاينه حاجه ما تفهمش ايه كاين وكاين حنا نقولوا ايه نقولوا كاين وكاين اما انت من النوع اللي مرتك قرات وكل شيء وتحب توصل للبيوت معين تخليها تخدم على روحها درك التعب والقرايه وكيما نقولوا واش دارت هي قرات في الليل وفي النهار وتعبت وتبكار وبرد وشمس وسخانه ومن بعد تجي انت تقول لها ما تخدمش هكا ما كاينه خدمه من خدمه كاينه خدمه كيما نقولوا نحترموها احنا نحترموها الشعب وكل يحترمها كيما احنا نحترموا الاساتذه تاعنا اللي قراونا بالطبع باينه وان كعمل لك والله هك ما نقدرش بالنسبه لي كنتي خدمه المرأة نجمة تاثر على حياتها الزوجيه تاثر على حياتها الزوجيه من ذاك عندها الاولاد في الاول كنقولوا تحب خدمتها وكذا وشيون نطلق لها نقول لها انا خدمي ومن بعد تلقاها ما تحبش كيما نقولوا ما تقدرش تخلي زوج ولاد ولا ثلاثه تحطهم في لاكراش ولا تحطهم عند الناس ما تصلحش وحدها تبطل وحدها كيما نقول لك انا ولادي والله نخدم نضيع ولادي. معناها انا حسب ما نشوف اللي اي راجل في الدنيا هذه ماذا به مرته قاعده في الدار. كاينه ثاني كيما نقولوا كاينه المراه ثاني اللي تخدم شوفي تخدم برا وزيد تروح للدار زيد تخدم درك برا ولا تخدم في الدار. ما تنجمش. وانت تعاونها شويه في الدار. انا ما نقدرش انا احسن حاجه المراه تفرح بها كي راجلها هكا يغسل معون شويه معاها كيف يعني راه نغسل القش انا نغسل الماء شويه معاها هكا ما هكا امور تفرح راه المراه على الاخر ميم تفرح هي تفرح صح انا ما صح الله غير نعاونها درك انا كيما نقولوا انا وما هكا ندخل للدار ما نهضر مع حتى واحد نوصل نسخن وحدي ناكل وحدي كلش وحدي تما نورمال المراه اللي تكون تخدم هكا الراجل يعاونها شويه في الدار تكون معاونه هكا كيما نقولوا ماشي معاونه تحكم لها الاولاد هي تروح تدبر راسها هكا معليش تخرج معاك الاولاد الاولاد هما اللي كيما نقولوا يشوشوا عليها شويه في الدار واحد من هيه واحد منا واحد ما تخدم صح وشويه من بعد وحدها تشوف تسمى شغل ولادها كاين ناس نعرفهم انا وجيراني وعندهم والديهم يخدموا هذيك كسر احنا كيما نقولوا الكسر يسخفوا عليها وي المرأة وكي تجي تقول لها كيفاه كيما نقولوا المرأة تما يقول لك تخدم برا تنوض الصباح تخدم تزيد تروح العشية زيد تخدم تخدم مع ولادها وزيد تخدم الحوايج اللي تاعها تاع الخدمة ولا تخدم الدار ما تنجمش وحدها تحبس ندير لك رأيك في الأول معليش بصح كي وحدك ما تحبس ميرسي بوكو ومرحبا بكم في تونس بك يعيشك ومام سوما ثاني مرحبا عندكم هنا في الجزائر ما خصكم والو عندنا اختي عايشه